افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرنس على هامش المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية. وخلال الافتتاح أكد الرئيس السيسي أنه يتم بناء دولة ومعالجة تاريخ طويل من الأزمات. بقول كده عشان كتير مننا يقول يعني الأكل غالي. الأكل غالي صحيح، بس احنا بنا الدولة ومعالجة تاريخ طويل، تاريخ طويل. أنا عايز أقول لكم على حاجة ما رضيتش أقول للدكتور مصطفى، وقف محور المحمودية ووري الناس كان شكله عامل إزاي، أقول كلمة صعبة، وكانت الناس راضية وساكتة، كانت الناس راضية وساكتة. يعني تخليه كده واقعدوا تزعلوا من اللي حوله وناكل، ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية؟ ردوا علي. أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا أشيل الناس وأسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا عليا.